وحتى يكون لك شيء من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فكل فرد منهم تقرب إلى الله بصالح عمله، فأحدهم ذكر بره لوالديه، والآخر ذكر وفاءه مع الأجير، والثالث ذكر خوفه من الله الذي منعه من أن يأتي المرأة وقد دانت له. ما الذي تسأله نفسك لو كنت أنت رابع الثلاثة؟ بماذا كنت ستدعو الله؟ لو كنت أنت رابع الثلاثة بماذا كنت ستدعو الله؟ إذن العاقل يدخر لنفسه عملا صالحا عند الله، إذا وسد في قبره حلت عنه أربطة الكفن وفرغ الملائكة من سؤاله، جاءت هذه السريرة لتكون برحمة الله له عونا أن يكون قبره له روضة من رياض الجنة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وإذا كان الإنسان يدخر لنوائب الدهر دراهم ودنانير يدفعها هنا وهناك، فمن باب أولى أن يدخر ليوم تشيب فيه الولدان أعمالا صالحة عند رب العالمين.